المجد للآب والابن والروح القدس، الريح يهب حيث يشاء. حوار المسيح مع نيكوديموس هو حوار في الإنسان عم بيسعى أنه يعيش حرية أبناء الله. حبة الحنطة بس تثمر ويقرب وقت حصادها نصير نشوفها كيف عم تتمايل مع الريح، خاصة بآخر الصيف قبل موسم الحصاد. هالانحناء بخلينا نحن نكون ثابتين بالأرض، والريح قد ما أخدتنا وجابتنا عارفين نحن وين جذورنا. عالمنا اليوم عم بيضيع جذوره، عالمنا اليوم عم بيروح بمهب الريح. منشوف انه بعد الحصاد رح ننقلع من جذورنا، وهيدا شي طبيعي. في وقت نحن رح نبطل مجذرين بالأرض لأنه عم ننتقل لمرحلة أخرى، ولكن طالما نحن بعد ما اكتمل نضجنا وبعد ما اجا وقت حصادنا لازم نضلنا راسخين، لأنه من هونيك عم ناخد الغذاء اللي بيلزمنا. أبناء الله إني أحرار لأنهم ثابتين بالملكوت، لأنه غذاءهم هو هالخبز الجوهري اللي عم يجي من الآب، بغذينا وبنمينا. فالجذر أساسي، والريح قد ما قويت ما قادرة تقلعنا إذا نحنا ثابتين. تجارب الكبيرة بتقويلنا جذورنا، والعواصف بتخلينا نحنا نعرف إنه إذا ثبتنا بربنا ما في علينا خوف، على أمل إنه وقتها يجي وقت حصادنا نكون نحنا نمينا، اكتمل غذائنا، صرنا فعلا جاهزين للشهادة. أمين.